اهدى يا استاذ نادر عشان نفهم الناس. انت بتفضل عايزه دي بقى كلمه خاصه بيني وبين الناس، وانا هتفرج على الفيديو ده على فكره عشان اشوفك هتقطعها ولا لا. خلي بالك انا بحب الهوايه وبحب الطيور، فبالتالي ببدع فيها. اول حاجه ما اشتغلت بالعش الصغير خالص ده، طبعا ما كانش في حد بيقول لي في عش اكبر. زمان احنا بنطلع دلوقتي بنقول على القناه بنقول معلومات للناس، لا ما كانش في حد بيقول لك كده. انت بتعتمد على دماغك انت وعلى فكرك انت. اول ما اشتغلت بالعش الصغير ده لقيت ان الفروخ جوه بتموت من الرطوبه ومن الفضلات الكتيره ومن ضيق العش، فبدات اشغل دماغي، جبت خشب وبدات انا اعمل عش اكبر، لقيت الانتاجيه اعلى. بكبرت العش شويه لحد ما خليته 17 في 17 في 20 من غير ما اعرف ان هم عاملينه بره 17 في 17 في 20. لقيت الانتاجيه اعلى واحسن ونسبه الرطوبه جوه متظبطت والدنيا 10 10. فبناء عليه بدات اطلع على الفيديو على الفيديوهات بقى. لما جيت بقى بعد عملت قناه بقول يا جماعه العش الكبير احسن من العش الصغير، العش الكبير مواصفاته كذا كذا كذا، وقعدت اشرح للناس. بعد كده بقى التطور، عملنا في العش بس الكبير بس من غير درج، افتح بيضة تقع الزغلول يقع، بعدين نحط ايدينا واقول للناس يا جماعه لما تيجي تفتح تحط ايديك تحت البتاع عشان البيضه ما تقعش والزغلول ما يقعش. بعد كده جاتني فكره ان انا اعمل درج. حصرتني واقع مني بيضه ريمبو من كام يوم. لا ما هو ده، ما بص بجد والله الانسان كل ما بيكبر في الهوايه وكل ما بيحترف اكتر كل ما الاخطاء تقل. ايوه ودي قاعده، بس الانسان مطلوب مهما علم مش هيبيع الا الدرجه. العلم ملوش سقف، كل واحد بيبقى له كل هوايه وكل حاجه ولها العلم ناس ناس متمكنين فيها. فالهوايه ما بتوقفش عند حد، والمجال ما شاء الله مفتوح. واجمل حاجه في الهوايه هو التجمع واللقاءات الجميله بين الناس المحترمين. اخر حاجه بقى عاوز اسالك عليها، ايه اكتر طيور شغاله في السوق؟ ايه اكتر حاجه طفرات مطلوبه في السوق؟ سواء اذا كان بادجي او كوكتيل او روز. بص نادر، بص يا استاذ نادر، طبعا ما فيش القاب بينا، انا بحب نادر بس نادر بس والله العظيم انا بحبك زي اخويا. حته ان انت تشوف احسن حاجه في السوق ايه وتشتغل عليها مش حلوه، ما بحبهاش. انا بحب اشتغل مع العصفور اللي بحبه حتى لو كان عصفور نورمال عادي. العصفور النورمال عادي هو اساس كل الطفرات بلا استثناء، يعني هو بطل المسلسل او بطل الفيلم النورمال العادي ده. فعشان انا احب عصفور زي ده واجري ورا الحاجه اللي دارجه في السوق عشان اعملها عشان هي فيها قرشين وبعد كده ترجع تقع زي ما الفل اللي كانت نازله باربعه وخمسه وسته وكانت الطفرات منها تعدي ال 20,000 جنيه ودلوقتي الجزء بقى 200 جنيه، بجري على وهم. انا ما بشتغلش كده وما بحبش ادور على العصفور الغالي في السوق. العصفور العادي ب 120 جنيه و 140 جنيه بتقعد تاكل وتقعد تصرف عليه بثمن بثمن الانتاج بتاعه. في المربين دول كذا نوعيه، في واحد بيربي عشان هو حابب النوع وحابب العصافير وحابب الشكل. اقول لك احسن اشكال بما ان انا فتحت محل وبقيت بتعامل مع ناس اكتر، النورمال الاخضر والازرق. ايوه احسن الوان بيحبوها الجمهور، مع ان هي دي النورمال السوق ما فيش اي، يعني هي دي ادنى حاجه وارخص حاجه، بس هم بيحبوها ليه؟ عشان فيها تعدد الوان وفيها نقشه كده جميله. سبحان الله ربنا، يعني بص قدره الخالق بقى في البدع في يعني في خالقه. فدي حاجات مهمه جدا جدا للمربي ذات نفسه اللي هو بيربي. في مربي ربحيه كده، طب كده كده الربحيه هتكمل ازاي لو انت مش عارف تكسب من الهوايه هتطور فيها ازاي؟ بص يا غالي، النوعيه دي من الناس اللي بتربي دي بتربي حب لشكل العصفور مش بتربي للمكسب. فاللي بيربي للحب ده بيحب العصفور وبيحب شكله مش بيدور على مكسب، ممكن يصرف عليه اكتر ما بياكله اكتر ما بينتج منه، عادي جدا مفيش مشكله. انا بكلمك على مشروع، بقول لك لو انا عاوز اعمله مشروع وربحيه. انا ما برشحش المشروع بتاع العصافير لاي حد مبتدئ، انا برشح ان العصفور عشان تعمل فيه مشروع لازم تكون اول حابب الطير، بعد كده تكون خدت فتره فيه كبيره عشان تاخد خبره عن العلاجات. اهم حاجه العلاجات، ان انت لو جبت عصفور غالي ولا قدر الله عي منك ما عرفتش تعالجه وقع، يبقى انت كده خسرت جدا. راس مالك هو الاساس. يبقى احنا الاول حاجه نتعلم ناخد خبره بالنسبه للعلاجات والامراض، وبعد كده ناخد خبره بالنسبه للطفرات والالوان والتركيبات، وبعد كده نبدا نفكر بقى انا خلاص عندي الخبره دي ابدا بقى افكر في ايه. في واحد انا عن نفسي بحب الانجليزي، بحب حجمه، بحب الستايل بتاعه، وبحب درجاته كتحكيم. فانا حبيت ان انا ان شاء الله باذن الله هعمل مزرعه انجليزي، هتبقى مكلفه جدا لان الانجليزي انا بفكر فيه مستوياته عاليه وسعره غالي، بس انا عارف ان العصفور الانجليزي حلو. طب لما تيجي تقول لي ايه علاقته بالسوق؟ هنجيب بقى ازاي الطفرات العاليه او هنعرف ازاي الوراثه اذا كان اغلب الكتب اللي بتتكلم عن الوراثه كلها بالانجلش؟ بص يا باشا، مين بقى يعني هنجيب ازاي الكلام عن الوراثه دوت؟ افهمه ازاي؟ بص في قاعده عامه، بتكلم بصفه عامه يعني عن اللي لسه بادئ، مش بتكلم عن نفسنا يعني. لا عادي، احنا بص احنا بنشرح الحاجه بتبسيط يعني ببساطه عشان الناس تفهم. لو انا عايز ابدا بحاجه انا عندي خبره فيها بس لسه ما دوستش فيها زي الانجليزي مثلا، لو عايز ابدا على حسب المستوى المادي.
ليه؟ المادة ساعتها هنا بتتدخل. لو انا عايز اجيب خطوط يعني حاجات مؤصلة وحاجات اصلا السيارات بتاعت ناس معروفة جدا 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 عالمية، هروح اشوف مين اللي بيربيها في مصر وهروح له وهقول له على خطتي، وهو اكيد هيفهم الدنيا فيها ايه ويقرب. يعني هبدا الشير الاول قبل ما اتعلم الوراثة؟ لا او قبل ما افهم. انا مش بتكلم دلوقتي على، انا بتكلم افهم منين، افهم منين البداية. يعني انا عاوز اعرف اجيب الطفرة دي ازاي. ما انا بقول لك اهو، احنا دلوقتي بنتكلم في ايه، انا اجيب عصفور منين؟ هقول عصفورك ده اجيبه منين؟ لازم اجيبه من حد مضمون وحد يكون عنده خطوط دم قويه. مش بسالك اجيب منين، بسالك افهم الوراثه ازاي عشان اعرف انجح. عصفور الانجليزي اللي انا بكلمك عليه، لما تيجي تبدا مش هتبدا بالانجليزي الكريست ولا تبدا بالانجليزي الهجرمو، انت بتبدا بالانجليزي العادي. فانت دلوقتي ما بتتكلمش على الوراثه، انت دلوقتي بتتكلم ان تجيب العصفور الانجليزي عندك. اهدى يا استاذ نادر عشان نفهم الناس. انت بتقول لي عاوزين نفهم الاول وراثه قبل ما نشتري. طب افهمها ازاي؟ ما انا جاي لك اهو. احنا دلوقتي هنجيب العصفور منين؟ هنجيبه من حد ثقه. هنجيب عصفور في الاول، لو هتجيب عصفور تقليبه عالي وخط دمه حلو يبقى لازم العصفور تدفع فيه. مش عيب قوي ان انت تدفع فيه ما دام انت عندك الخبره زي ما اتكلمنا من شويه، ان انت تعرف تعالج وتعرف تربي وتعرف تاكل. خلي بالك العصفور الانجليزي ده ليه معامله خاصه خالص غير العصافير الزينه بشكل عام، لان عصفور كل جسمه ريش، والريش ده محتاج كميه تغذيه عاليه جدا عشان ما يبقاش يقلش كل شويه وما تعرفش تنتج منه. تمام، جبت العصفور العادي اللي هو نورمال العادي الانجليزي بس بمواصفات حلوه. بعد كده اشتغلت فيه، ربنا اكرمك فيه والدنيا بقت حلوه، وانت جايب عصفور غالي هيبقى عندك راس مال، انت فتحت مشروع هيبقى عندك دخل. ابدا بقى بيع انتاجك بالفلوس العاليه دي، وبعد كده بقى خش في الطفرات. هتبقى عندك خطوط دم، عايز تجيب اوبلاين وعايز تعمل تركيبات ريمبو من الانجليزي، وعايز تعمل هاجورم من الانجليزي، وعايز تعمل كريست من الانجليزي. الحاجات دي كلها بتاخد سنين عشان تعمل عامل وراثي، وتاخد من جيل لجيل وتضرب وترد عشان تقوي الصفه، بتاخد من جيل لجيل بتاخد سنين. ديت اللي بيشتغل عليها ويطلع منتج هو قليل جدا جدا في السوق بيوصل ل 100,000 جنيه الجوز. فهي دي تطور، هو ده حب بقى، حته الوراثه دي حب. انا بقى بعمل حاجه عشان ابدع فيها. طيب في خط الانتاج ده اللي انا بعمله اللي هيجيب لي فلوس؟ لا، النورمال العادي اللي انا بدات بيه الاول. أيوة. يبقى انا عندي خط بصرف منه وعندي قصدك نبدا من البدايه الاول اللي هي واحده واحده، نبدا يعني نطلع السلم سنه سنه. ما هو في بدايتين، احنا بنتكلم بدايه للمبتدئ اللي هو ما عرفش حاجه في العصافير اللي هيبدا بالعادي. أيوة. في بدايه تاني للمحترف ان هو يبدا يشتغل في حاجه عاليه، يبقى من الناس الرواد في مصر. أيوة. أيوة. دي بدايه تاني، بس بدايه بتيجي بعد الاحتراف المبدئي اللي انت بتعرف حاجات العلاجات والحاجات دي. بس هي كل حاجه بتيجي ايه، بس على فكره احنا كده تعمقنا في الكلام، الناس دي هتوه مننا، الناس المبتدئين هتوه مننا. هي بدي تاني مش هينفع خلاص، احنا داخلين في الرايد نص ساعه حقيقي. طيب اخر حاجه بقى هسالك عليها، لو بتفكر انك تعمل تطوير في طيور الزينه او انك تدخل دم جديد كنوعية طيور، طبعا قدامك البادجي، او لو انت مخير بين البادجي وبين الكوكتيل وبين الروز، تختار انهي عصفور تشتغل فيه؟ البادجي، كلمة واحدة كده. ليه؟ لان العصفور الوحيد اللي ما بينتهيش الطفرات بتاعته، ما بتنتهيش الطفرات بتاعته، ملوش نهاية في الطفرات خالص وملوش سقف. كل ما توصل لطيف توصل لاعلى، توصل لاعلى، توصل لاعلى، توصل لاعلى، ملوش سقف. اما الكوكتيل وطفراته موجودة وليها يعني يعتبر ليها سقفها، مع ان برضه في حاجات جديدة بتطلع بس ليها سقفها. بس البادجي ممتع، ممتع في الوانه وطفراته وتركيباته وممتع. بص بحر كده تفضل ما دام انت محب، ما اصل ما دام محب انت دخلت في حاجة بتحبها مالهاش نهاية. اخر حاجة بقى نفسك فيها قبل ما نقفل. نفسي فيها قبل ما نقفل. لو في حاجة نفسك تقولها للجماعة او للقناة عندنا، ما شاء الله احنا قربنا يعني ان شاء الله عند 1000، فعاوزين لو ليك كلمة معينة عاوز تقولها للناس المتابعين اتفضل. عايزة دي بقى كلمة خاصة بيني وبين الناس، وانا هتفرج على الفيديو ده على فكرة عشان اشوفك هتقطعها ولا لا. خلي بالك دي هم لقطة بيها خلاص. بص يا رجالة، بصرف النظر عن الطيور الزينة وبصرف النظر عن اي حاجة احنا بنحبها كطيور، في حاجات اسمها اولويات في حياتنا. احنا بنربي عصافير وبنربي طيور، بس في حاجات اسمها اولويات. ما ينفعش انا حابب حاجة بعملها تيجي على حساب اسرتي او حساب عيالي او على حساب ديني. الحاجات دي حاجات اساسية، وبعد كده بتيجي هوايتنا او الحاجات اللي احنا بنحبها حتى لو كانت مصدر دخل لي، بس في حاجات اولويات. استاذ نادر دلوقتي بيقول لي يعني تتمنى ايه قبل ما نقفل الحلقة؟ انا لما كنت رحت حجيت سنة 2013 واول مرة هشوف الكعبة، ساعتها انا بحب ادرس اي حاجة قبل ما اعملها. دورت كده الواحد لما يجي يشوف الكعبة يتمنى ايه، لان في دعوة مجابة اول ما بتشوف الكعبة للمرة الاولى في دعوة مجابة. فكرت ايه الدعوة اللي انا ممكن اعملها، ادعي لنفسي، ادعي لعيالي، ادعي لزوجتي، ادعي لاهلي. فقعدت ادور ادور، اكتشفت ان الدعوة الصحيحة اللي انت ينفع تدعيها او تتمناها في اي مجال الدعوة لجميع المسلمين، اللهم ارحم امة محمدا رحمة عامة. الرحمة دي يعني رحمة من الفقر، رحمة من العوز، رحمة من العجز، رحمة من كل حاجة تزلك،
كإنسان في الحياة دي. فهي دي الدعوة بتاعتي لما رحت شفت الكعبة، وهي دي أمنيتي لما أستاذ ناصر أستاذ نادر بيسألني إيه هي الدعوة اللي أنت عايزها أو الأمنية اللي أنا عايزها. عايز كده، عايز ربنا يرحم أمة محمدا رحمة عامة. وتحياتي لكم، ومعلش أنا آسف طولت عليكم. وأستاذ نادر معاك شكرا حبيبي، ومشكرين على اللقاء الجميل دوت، وميرسي على القهوه الجميله اللي انت عملتها. وان شاء الله يكون لقاء تاني باذن الله، نتقابل سوا تاني. اشوفكم على خير ان شاء الله، ونتقابل الفيديو الجاي. ما تنساش بقى تنضم لاسرتنا الغاليه عن طريق الاشتراك في القناه من تحت، وادينا اللايك الجميل على الفيديو، وسيب لنا تعليقك كده على الحلقه ايه رايك فيها. اشوفكم على خير، ونتقابل الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.